صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل، وصباح الابتسامه، وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده دعوه او بلبي اقتراح لواحده من حبايبنا اللي بعتت لي على الصفحه وقالت لي احنا عايزين نعمل اكلات ما يبقاش فيها لحمه وخضار وفراخ وسمك، علشان احنا بيجي علينا وقت بنزهق من الحاجات ديت وبنبقى عايزين كده ناكل حاجه مختلفه. متهيألي مفيش انسب من اليوم دوت النهارده علشان نعمل فيه حاجه زي كده. معروف ان يوم الخميس بيبقى لازم يوم تجمع العيله، يوم اللمه، يوم العزومات، فبيبقى اليوم دسم. وبيبقى صباح طبعا جمعه، خميس وجمعه ده في اي بيت مصري تحس ان هو يوم دسم. ممكن يبقوا مثلا طول الاسبوع بياكلوا اي حاجه، تمام، لو مش في دماغهم الموضوع الاكل قوي بياكلوا اي حاجه ويجوا لازم يوم الخميس دوت يبقوا عاملين مثلا محشي بفراخ محمره، عاملين كوارع، عاملين الاكلات اللي هي بتحب اللمه. ويوم الجمعه نفس النظام. فالنهارده اليوم الاربع ده بقى نقول النهارده ايه، زي امي ربنا يديها الصحه تقول ايه، النهارده مثلا نقضيها كده اي حاجه، وبكره مثلا اختي الجايه نعمل ايه، وانت هتكوني مثلا قاعده من الشغل او معرفش مين جاي ومين جاي، نعمل ايه الاكله اللي بتلم العيله كل حواليها. فالنهارده انسب يوم نعمل الاكلات بتاعتنا دي، وفي نفس الوقت مش رخيصه او مش مفيده او مش مغذيه، لا بالعكس. الاكله اللي احنا هنعملها النهارده دي او اصناف الاطباق اللي هنعملها النهارده دي ممكن الواحد ياكل فيها قفص عيش بحاله صحتين وعافيه على قلبك يا رب. هنعمل اكلات شعبيه قوي النهارده، اكلات مطلوبه واكلات الكل بيحبها. بس قبل ما نخش في الاكلات الشعبيه هعمل صنف كده ينفع الافطار او العشاء، حاجه خفيفه كده وما فيهاش برده ولا لحمه ولا فراخ. بس قبل ما ابدا في حلقتنا وننشغل في مقاديرنا، عايزه اهني اتنين من حبايبي بصراحه النهارده. اولهم مصطفى الجمل، عيد جوازه النهارده، ربنا يا رب يديم عليه هو واميره ويخلي لهم عمر وسليم. و يعني بجد اتنين بحبهم جدا جدا، ربنا يديمهم في حياتي يا رب، وربنا يسعدهم ويوفقهم دايما ويشوف اولادهم احسن الناس. حبيبي التاني او صاحبي التاني محمود السيد مدير الاضاءه، عيد ميلاده، كل سنه وهو طيب وبالف خير يا رب، ويعيد عليهم كل الايام بخير واشوفه احسن الناس في الدنيا كلها يا رب. دي كانت حاجه لازم اقولها قبل ما ابتدي بقى في مطبخنا النهارده ونشوف هنعمل ايه. طيب هنبدا بالصنف اللي هو يا افطار يا عشاء. بيجي علينا وقت كده ولادي مثلا قاعدين، زي يوم زي امبارح كده لما الوزاره ادت ان المدارس كلها والجامعات قاعده، طب هنفطر ايه؟ طب عايزه بقى حاجه مختلفه، مش كل يوم فول وطعميه ولا جبن ولا فين ولا الكلام ده كله، هعمل ايه؟ لقيت عندي مثلا في الثلاجه عيش من اللي هو عيش الصاج او عيش التورتيلا ده او اللي هو العيش بتاع الشاورما، جبته او عملته على ايديا ورحت شايله منه شويه في الفريزر، وجي وقت ان انا ايه استخدمه. طلعته رحت سايباه بره فك شويه، او ان انا حطيته لو عندي ميكروويف بحطه مثلا دقيقتين ثلاثه في الميكروويف كده علشان يبقى سخن ويرجع يطرى معايا. طيب هحشي ايه، لحمه او فراخ؟ لا احنا قلنا ولا لحمه ولا فراخ النهارده. العيش بتاعنا اللي هو بتاع الشاورما او عيش الصاج هنحشيه حاجات من اللي موجوده في الثلاجه، حاجات برده للفطار او للعشاء، حاجه خفيفه كده. عندي ايه؟ بسطرمه، لقيت حبه جبنه وسيدر مبشورين، لقيت حبه جبنه موتزاريلا مبشورين، هورق بايه الرقاق بتاعنا النهارده او السندوتشات بتاعتنا، عندي حليب وعندي زبده وهتبلهم بملح وفلفل اسود، الوش عندي ايه؟ هدهن بزبده وجبنه موتزاريلا. مقادير سهله وبسيطه جدا. طيب تعالوا تنزل المقادير بتاعتنا وبعد كده نشوف ايه البدايل اللي ممكن نستخدمها النهارده. مقادير صوابع الرقاق او صوابع السندوتشات بتاعتنا، مقاديرنا بتقول معانا ايه، هتنزل على الشاشه دلوقتي. وهو مش عايزاكم تنسوا ارقامنا اللي بتظهر على الشاشه في انتظار مكالماتكم على ارقامنا باذن الله. طيب اصابع الرقاق بالبسطرمه او اصابع السندوتشات للفطار، عندي عيش صاج، ربع كيلو بسطرمه، معايا كوبايتين جبنه موتزاريلا للوش وللحشوه، معايا كوبايه جبنه شيدر، معايا زبده مذابه للتوريق، معايا كوبايه حليب، معايا زبده وجبنه موتزاريلا للوش. مقادير سهله وبسيطه جدا. وتعالوا دلوقتي نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبدلها. اهو الوش معايا زبده مذابه، لا الوش زبده وجبنه بس، كوبايه الحليب ديت مع التوريق بتاع التوريق بين الطبقات لان احنا هنلفه طبقات. طيب تمام، تعالوا بقى دلوقتي نشوف. انا دلوقتي عندي الاساس اللي هو العيش الصاج او عيش التورتيلا بتاعنا دوت. طيب البديل بتاعه، انا قلت خلاص دي المقادير بتاعتنا، نشوف ايه البدايل اللي عندنا. طيب ما عنديش عيش الصاج، عندي ايه؟ عندي رقاق طري، هيمشي حلو قوي مع اللي احنا عاملينه دوت. طيب ده البديل لعيش الصاج، يبقى رقاق طري. طيب البديل الناحيه الثانيه للحشوه،
عندي بسطرمة وجبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، ايه البدائل بتاعتهم؟ اي حاجة عندك. جبنة بيضة اللي هي الفيتا او التلاجة او الاسطنبولي، تحطي عليها شوية بقدونس مع قرن فلفل كده، بقى عندك حشوة. عندك في التلاجة لو انت مش عايزة جبن وبسطرمة وعايزة تعملي صنف غدا، عندك حبة جبن، حبة لحمة متعصجين او حبة فراخ متعصجين، ينفع حشوة ايا كان. حبة كبدة، حبة سجق، حبة جبنة اللي هي الكوبايات السايلة ديت، قطعي عليها برضو قرن فلفل وشوية بقدونس وتبليها كمون وملح كده، هتديكي طعم في منتهى الجمال وتحشي بيها. ادام حشوة يبقى اللي انت عايزاه اعمليه. طيب التوريق بتاعنا عندي ايه؟ عندي كوباية حليب وعندي زبدة. البديل بتاعهم ايه؟ ممكن ان انا اشيل الحليب لو ما عنديش خالص، ولو ما عنديش زبدة ما فيهاش مشكلة اورق بزيت، انا ما عنديش اي مشكلة. اللي موجود عندك وظفيه، مش لازم تلتزمي باللي انا بقوله. ادام في بدايل يبقى هنمشي الدنيا زي ما احنا عايزين. طيب الوش عندي ايه؟ هدهن الوش بزبده وعندي جبنه موتزاريلا. ما عنديش جبنه موتزاريلا ما فيهاش اي مشكله، هشيلها على جنب وادهن بزبده. ما عنديش زبده هدهن بزيت. ربنا مسهل لنا الدنيا، واللي موجود عندنا عندكم الخير كله يا رب، هنشتغل بيه. طيب هنحتاج ايه كمان مع الوصفه بتاعتنا؟ الفرن بتاعنا شغال على 200 وعندي صاج بالشكل ده كده اهو، علشان هو اللي هشتغل بيه. وادي العيش بتاعنا، وعايزه كمان فرشه. طيب ادام فرشه يبقى انا هبدا بالتوريق بتاعنا. عندي زبده وعندي حليب، هجيب بوله اكبر او طبق غويط كبير شويه عشان يلم لي الاثنين مع بعض. ادي اهو وشويه الزبده. ما عنديش حليب يا نونه، مثلا عندي نص كوبايه زبادي كده كنت شايلاها في الثلاجه، ممكن استخدمها مع حبه الزيت ما فيهاش اي مشكله. واروح واخده سنه بسيطه كده من الفلفل الاسود وسنه بسيطه من الملح. ايه اللي انا بعمله دوت؟ انا بطعم التوريقه بتاعتي او بطعم العيش الصاج اللي انا هستخدمه او الرقاق الطري اللي انا مستخدماه. بصوا كده، ونصبح على حبيبتنا. مين معانا على التليفون؟ مين؟ ونصبح على ليلى ونقول لها صباح الفل يا ليلى. صباح الخير. صباح الهنا. انا بصبح عليكي كتير وبحبك قوي حبيبتي. الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي. وانا مش صغيره، انا عندي 75 سنه يا حبيبتي، على دماغي من فوق. صباحك هنا وسعاده ويديك العمر كله يا رب. انا اللهم كنت شاطره جدا وبعمل كل حاجه، بس الصحه مش هي يعني. تسلم ايدك، ربنا يبارك فيك. النهارده هعمل كيكه سهله جدا. عينيا الاثنين. حاضر. وعندي برتقان ومبشور برتقان. عينيا الاثنين، بس كده عينيا الاثنين. معاكي ورقه وقلم ولا هتكتبي ورايا ولا ايه؟ ماشي تمام. هقول لك حالا طريقه الكيكايه المضمونه اللي انا بعملها على طول، هتطلع معاكي باسهل حاجه. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده، قبل ما اقول طريقه الكيك السهله بتاعتنا المضمونه، انا بعمل ايه؟ مسكت اول عيش اهو، او اول رغيف من عيش الصاج بتاعنا. ادي زبده مع الحليب والفلفل الاسود والملح، عملت كده. وادي التاني عليه اهو بالشكل ده كده كده اهو. وهبدا ان انا احط الحشوه اللي هي البسطرمه والجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر. ما بياخدش كتير في الفرن، لان ليه؟ لان احنا اصلا العيش بتاعنا مستوي والحشوات بتاعتنا مش هتحتاج وقت في تسويتها. انا يا دوب بس عايزه الجبنه تسيح معايا، هيطلع معايا زي الفل. مجرد ما الجبنه ساحت خلاص الموضوع انتهى بالشكل ده كده. وهبدا ان انا اعمل ايه؟ بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان الحشوه تبقى ماشيه في كله، انا هجمع الحشوه كلها مع بعضها. ونصبح على هناء ونقول لها صباح الفل يا هناء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيف نونه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، طول ما انت بخير تسلمي لي. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بألف صحه وسعاده يا رب، تسلمي لي. ربنا يخليك. الله يبارك. عامله ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك لك يا رب. اموريني. مش من حد من حضرتك يا رب يا شيف نونه. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي لي. ليك اي طلبات حضرتك؟ ممكن ابعت هديه لك؟ اه طبعا، اه طبعا، اتفضلي. طيب ربنا يخليها ليا ويطول في حياتي يا رب، ويخلي لها جوزها يا رب. اللهم امين. استاذ محمد ابو ايمن يا رب، ويرزقهم بالذريه الصالحه يا رب العالمين. اللهم امين يا رب، وتفرحي بيهم وتشوفي افراح افراحهم. ربنا يبارك فيها يا رب. يا رب اللهم امين، ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك.
ادعي لها يا شيخ نونه بالله عليك، ربنا يرزقها بالذريه الصالحه رب. انا معارفه ربنا يا حبيبتي يرزقها بالذريه الصالحه وتفرحي بيهم وتشوفي ولاد ولادهم كمان. امين يا رب العالمين. شكرين يا شيخ نونه، الله يبارك لك حبيبتي، نورتيني باتصالك. بصوا انا هحاول اشوف صاج اكبر ولا ده قد ده؟ لا ده اكبر. طريقه الكيك لحبيبتنا اللي لسه طالباه دلوقتي، حضرتك اكتبي ورايا كده ورقه وقلم كده ونكتب مع بعض مقادير الكيكايه العاديه بتاعتنا خالص اللي احنا على طول معتمدينها وما بنغيرهاش. كوبايتين ونص من الدقيق، حضرتك لو عايزه تعمليها بالبرتقان وبشر البرتقان هقول لك مقادير بتاعتها حلو. كوبايتين ونص من الدقيق، معايا اربع بيضات، كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، كوبايه من الزيت، باكت كامل من البيكنج باودر، وممكن نشيل كوبايه عصير الحليب نعملها نص حليب ونص عصير برتقال. نص حليب ونص عصير برتقال. عايزه تشيلي الحليب خالص وتحطي بدلها عصير برتقال ما فيهاش اي مشكله. يبقى لو هتعمليها بالبرتقال يبقى مقاديرنا هتكون عباره عن ايه؟ كوبايتين ونص من الدقيق واربع بيضات، كوبايه من الزيت، كوبايه من عصير البرتقال، كوبايه من السكر. باكت كامل من البيكنج باودر، وبدل الفانيليا مع البيض هنروح حاطين بشر البرتقال اللي عند حضرتك. هنمسك الخلاط نخلط فيه البيض والسكر والزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال، نضربهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده نمسك بوله نحط فيها السوائل اللي احنا ضربناها في الخلاط، وبعد كده ننخل عليها الدقيق مع باكت البيكنج باودر الكامل، نخلطهم كويس قوي مع بعض، ونكون قبل اي حاجه مشغلين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. نحطها في الصينيه، ندهن الصينيه بتاعتنا زيت او ندهنها زبده زي ما حضرتك عايزه مع تعفير الدقيق بسيطه كده، وبعد كده نحط فيها الكيك، واهم حاجه مستوى الكيك يبقى في نص الصينيه او ازيد من النص بحاجات بسيطه عشان يطلع معاكي عالي وفي منتهى الجمال. حطيناها في الفرن، ما اقدرش افتح الفرن عليها الا بعد مرور 35 دقيقه. نبدا ان احنا نختبرها، وبعد كده لقيناها استوت نقفل الفرن ونسيبها جوه 10 دقائق، وبعد كده نطلعها وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. ونصبح على امان ونقول لها صباح الفل يا امان. صباح الخير يا شيف نونة. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. كوني بخير دايما، اللهم امين. انا عندي بس عايز اقول شكر لكل القائمين على قناه بانوراما فود. حبيبتنا ربنا يخليك يا رب، تسلمي لنا. من اول المسؤول عن القناه وصاحب القناه لحد اللي ان يبدا لنا الصبح كده بالشيف نونة كده بالابتسامه الحلوه والدعوه الجميله. الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي. الشيف محمد والشيف ساره والشيف سالي كلكم بسم الله ما شاء الله عليكم. الله يبارك لك ما شاء الله عليكم. احنا مهمتنا ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. انتوا دايما عند حسن ظننا وتسعدونا. حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويهني يعني عمرك. انا ست كبيره وبقول على نفسي شاطره، بس بسم الله ما شاء الله اتعلمت منكم حاجات كتير والله. حبيبتي على دماغنا من فوق، وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. الله يخليك. الله يسعد انا ليا طلب يعني شفنونا من حضرتك. 10 طلبات اموريني. الله يسعد قلبك يا رب. يا رب اللهم انا عايزه رقم تليفونك استشيرك في حاجه، انا عيني. مش عايزه اي طلبات ماديه من اي نوع خالص. ولو في ايدي اي حاجه والله مش بتاخر، عينيا الاثنين. لا بس عايزه استشاره بس مش هينفع اقولها على الهواء. عينيا الاثنين. ايه لو سمحتي ادي رقمي لحبيبتنا الحاجه ايمان، او سيبي حضرتك رقمك وانا اكلمك. حاضر، عينيا الاثنين، اللي يمشي مع حضرتك انا تحت امرك. نورتيني يا حاجه ايمان. بصوا كده زي ما انتم شايفين. حاضر، عينيا الاثنين. بصوا كده ادي الحشوه بتاعتنا، وبنلف وبنرص في الصاج. ممكن في الفاصل اروح جايبه صاج اكبر علشان يبقى مرتاح، وندهنه بالوش بتاعنا اللي هو قلنا ايه، قلنا زبده، وهحط على الوش كمان جبنه موتزاريلا. طيب الجبنه الموتزاريلا اللي احنا هنحطها على الوش هنحطها في الاول؟ لا مش هحطها في الاول، انا هدهن زبده واحط السندوتشات بتاعتنا دي في الفرن، وبعد ما تبدا ان هي تتحمر هروح مخرجاها واروح حط عليها الجبنه الموتزاريلا. ليه؟ انا عايزه العيش بتاعنا يورق او ان هو يقرمش شويه من الزبده اللي هندهن بيها الوش. لكن لو حطيت الجبنه الموتزاريلا قبل ما احطها على طول في الفرن هلاقي الجبنه الموتزاريلا ساحت وخد لون معانا، وهو لسه ما ادانيش القرمشه اللي انا عايزاها، فهدخله هو مدهون زبده بس
ياخد التشميعة الحلوة أو ياخد اللون الحلو الذهبي بتاعنا الجميل اللي بنحبه ده، وبعد كده أطلعه وأروح حط عليه الجبنة الموتزاريلا من فوق، ويدخل تحت الشواية دقيقتين تلاتة كده لحد ما يبدأ إن هو تسيح معانا وتاخد اللون الحلو، وبعد كده أطلعه أقطعه ويتقدم وصحتين وعافية على قلبك يا رب. تعالوا نطلع فاصل، أكون نقلت السندوتشات بتاعتنا الحلوة ديت لما تتقطع هيبقى شكلها حلو قوي، هنقلها في صاج أكبر وبعد كده وادهنها زبده واحطها في الفرن، ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان في حلقتنا النهارده. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيين. بصوا انا عملت ايه، وده وارد عشان برضو لو حصل عندكم، الرغيف كبير والصاج عندي صغير، انا عندي صاجات كبيره بس انا عايزه يعني قسمته اتنين عشان لو المشكله ديت برضو وقفت قدامكم تبقوا عارفين بنعمل ايه. قسمت الرغيف اتنين ورصيته بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله مال الصاج بالشكل ده. طيب قلنا قبل ما نطلع الفاصل ان احنا هنعمل ايه، هدهن زبده بس على الوش من غير الجبنه الموتزاريلا واحطه في الفرن ياخد اللون الحلو الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه ده، وبعد كده اروح مطلعاه حاطه الجبنه الموتزاريلا. نونا هو لازم جبنه موتزاريلا؟ لا والله مش لازم، يعني انا ممكن كمان لما اطلعه من الفرن ياخد اللون الذهبي احط على حاجات جبنه موتزاريلا والتانيه لا، علشان اللي بياكل من ده ياكل واللي ما بياكلش من ده ما بياكلش، يبقى احنا رضينا كل الاذواق. عايزه بقى تصدقوا فكره، بصوا كده معلش احنا هناخد حبه بقدونس، حبه بقدونس هنا صغننين اهم، لا ده دي كزبره، هاخد بقدونس هنا على الزبده وشويه نعناع، خدنا حبه حاجات من العجه وراح عامله كده. لو انتم مش هتحطوا جبنه موتزاريلا بصوا شكله هيبقى حلو جدا، ويا سلام بقى لو حبه زعتر كمان ولا روزميري، ياه بصوا هيدي شكل حلو قوي، وبرده هو معمول عليه البقدونس كده. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، مش عايزه ما فيهاش اي مشكله. بصوا دي كلها افكار اللي بتطلع للواحد وهو شغال، اهم حاجه ادام مش بتفرق مع الطعم، بالعكس بتدي طعم احلى وقوي ونكهه للحاجه مميزه، ما فيهاش اي مشكله ان احنا نعملها. ممكن نبدل البقدونس بحبه زعتر بحبه روزميري زي ما انتم عايزين. عايزه بعد ما عملتيه بالشكل ده كده تحطي على الوش سمسم وحبه البركه، يا سلام عليه هيبقى في منتهى الجمال برده لو انت مش عايزه جبنه موتزاريلا. كل دي اختيارات بنعملها ما بنقفش على حاجه الحمد لله. طيب نحط بقى كده في الفرن يتشمع التشميعه الحلوه، وبعد كده اطلع الصاج من الفرن واحط على حاجات جبنه موتزاريلا والحاجات التانيه اسيبها زي ما هي من غير جبنه. زي ما حضراتكم شايفين كده في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 على درجة حرارة 200، أنا كده كده مش عايزاه إن هو يستوي زيادة لأن كل حاجة فيه مستوية. نقفل بقى كده وتعالوا نشوف الوصفة التانية، أو يعني هي الوصفة التانية والتالتة والرابعة، محببين إلى قلبي بطريقة غريبة يعني. يعني قلت لكم امبارح لما أمي ربنا يديها الصحة لما بتكون عايزة تروق علينا بتعمل لنا الحاجات دي كده يوم الجمعة بتبقى للفطار. بصوا بقى هنعمل ايه، حاجه برضو طلبت مننا كتير، هنعمل العجه المصريه بتاعتنا على اصولها وعلى اساسها، وهنشوف ايه اللي بيخليها متماسكه وايه اللي بيخليها هشه والمقادير بتاعتها مظبوطه. هتنزل مقادير العجه بتاعتنا على الشاشه، كنت اقول على الفرن، على الشاشه دلوقتي معانا، ونشوف بتتكون من ايه العجه المصريه، بتتكون من ايه. بسم الله تنزل معانا دلوقتي يا مسهل يا رب. مقادير العجه بتاعتنا 10 بيضات، هل ممكن ان انا اقلل؟ قللي زودي زي ما انت عايزه. معايا كيلو بصل مفروم، حلاوه العجه في البصل. بصوا ليه ما عملتوش معاكم على الهواء؟ علشان لازم يكون بارد، عشان دوت لو كان سخن وحطيت عليه البيض هيستوي في وقتها، فلازم البصلايه تدبل بالشكل ده كده واسيبها تبرد قبل ما احط عليها البيض. معايا كمان حزمتين بقدونس مفروم، حزمتين شبت مفروم، حزمتين كزبره مفرومه، ورق بس من غير عيدان. العيدان بتاعه الخضره ما بدخلهاش في اي اكل، لان انا بصراحه ما احبش اكون باكل ومتمزكه بالاكله كده والاقي عود خضره طالع في بقي ما تندخش او مش مفروم كويس، لا فخد الورق بس بلاش العيدان. معايا نعناع مفروم فريش، ده بيخلي ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. فلفل احمر حامي طبعا انا ما بستغناش عنه، معلقه كبيره ثوم مفروم. معايا ايه كمان،
معايا زيت طبعا، معايا معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقتين كبار دقيق، وهقول لكم ايه فايدتهم. معايا معلقه كبيره كزبره ناشفه مع التوم، بتدي العجه بتاعتنا طعم مميز، وملح وفلفل اسود. سهل وبسيط وما فيهاش اي مشكله. تخلص حلقتنا انزلي هاتي حاجه، وهاتي معاكي قرنبيطايه كده عشان هنشوف برضه هتتعمل معانا ازاي، وهاتي معاكي كيلو بطاطس احتياطي عشان لو هتعمليه جنب القرنبيط هقول لك برضه هتعمليه ازاي، وده صنفنا النهارده. طيب حمرت البصلايه في الزيت بالشكل ده، اهي هفضه لكم هنا في البوله عشان تشوفوه. حطيت زيت على النار، وكل اللي عملته رحت حاطه البصل، ورحت حاطه معايا رشه ملح علشان يتحمر ويدبل معايا بسهوله. دبلته خالص كده اهو، بصوا شكله ما يحمرش عن كده عشان ما يسودليش العجه، ما يغمقش عن كده علشان ما يسودليش العجه، وبسيبه يبرد خالص قبل ما بحط عليه المكونات بتاعتنا. المكونات بقى بتاعتنا عباره عن ايه؟ ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 10 بيضات، عايزه تعملي اقل ما فيهاش اي مشكله. وعشان بيض هروح حاطه فلفل اسود على طول اهو، والملح بتاع التمليحه بتاعتنا او الحذاء بتاعنا، ما تقولوش ان الملح كتير لان المعلقه اللي عندي صغيره. حطيت بيض وحطيت فلفل اسود وحطيت ملح، عندي ايه؟ عندي توم وعندي كزبره ناشفه، الاثنين مع بعض بيعملوا ميكس خطير في منتهى الجمال. فلفل الحامي اخضر او احمر اللي موجود عندك، مش عايزه تحطيه ما فيهوش اي مشكله. عندي ايه بقى؟ ادي نعناع، بقدونس، شبت، وحشتيني والله. وادي كزبره. ما تستكتروش الكميه اللي انا حطاها، هتشوفوا دلوقتي لما كل ده يتقلب هيبقى شكله عامل ازاي. طيب فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الدقيق والبيكنج باودر. هقلب الاول ده كله كده مع بعضه بالشكل ده، بصوا كل ده هيهبط لما يتحط مع البصل ومع البيض ومع التوابل الحلوه بتاعتنا بالشكل ده كده. بصوا. طب عندي دقيق وبيكنج باودر، ادي البيكنج باودر اهو عشان يديني نفشان للعجه وما تبقاش مكتومه، والبيض والدقيق علشان يمسكها كلها مع بعضها. هو انا هحط الدقيق كده؟ لا، بصوا بقى انا هعمل ايه؟ شويه ميه كده، اهي نص كوبايه، واروح ماسكه معلقه الدقيق او معلقتين الدقيق كده، وهدوبهم. ليه هدوبهم؟ علشان اضمن ان هي لما تتحط على البيض وتتحط على البقدونس وتتحط على كل المكونات بتاعتنا ما تكلكعش، ما الاقيش ان انا اجي اكل مثلا حته العجه بعد ما تطلع وتهدى واقطعها الاقي في لوك الدقيق كده موجوده جوه العجه ملهاش اي علاقه باللي انا باكله، تعكنن عليا وتخليني اقوم من على الاكل وانا متضايق. بصوا انا قلبت خالص اهو كله بالشكل ده، ادي النص كوبايه الميه دي مش هتعمل معايا حاجه، بس على الاقل ابقى ضامنه ان الدقيق بتاعنا داب ومش مكتل جوه العجه بتاعتنا. وصباح الفل يا نورهان. صباح الفل يا نورهان. الو، استاذنك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. حاضر. نورتيني، تسلمي لي يا رب. كده سامعاني حضرتك؟ اه انا سامعاكي كده كويس. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير. انت اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. تمام والله الحمد لله، انا بحب حضرتك خالص جدا خالص. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي لي. ممكن اقول لكل الامهات اللي جاي في شهر 3 كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، قولي لهم اللي انت عايزاه. الشاشه معاكي وجمهورنا سامعنا، قولي اللي انت عايزاه. انا بحب امي جدا. ربنا يبارك لك فيها يا رب، وانا والله بحب امي جدا برضه. هي روح حته من جنبي، اقسم بالله بحبها خالص. ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك وتفرح بيك يا رب. وبحبك انت كمان. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي، تسلمي لي يا نهاية. ممكن اخد رقمك؟ اه طبعا، خديه من ايه. عينيا الاثنين، نورتيني. كل سنه وكل امهات العالم كله بالف خير يا رب. قبل ما اطلعك فاصل اديني ثانيه بس. بصوا كده. بصوا كده، عندي طاجن بايركس، صينيه ألمونيا، صينيه تيفال، زي ما انت عايزه. هروح جايبه كده فرشه حلوه وحبه زيت حلوين كده، بسم الله، وابطن بيهم الصينيه اللي انا هحط فيها.
القالب بتاعنا. طبعا هو اساسا الوصفه بتاعتنا فيها زيت اللي احنا حمرنا فيه البصلايه. بصوا من جميع الجوانب بالشكل ده، بايركس، تيفال، سيراميك، جرانيت، ايا كان لازم نغلفه زيت كويس جدا كده. واروح عامله ايه، مفضيه كل الخليط ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 بالشكل ده. البيكنج باودر بقى هيخليها تعلى مع البيض اللي احنا حطيناه، مع الدقيق، مع كل التوابل الحلوه بتاعتنا دي. هنشوف شكلها لما تطلع تبقى عامله ازاي، ونقطعها ونشوفها من جوه وهي هشه مش مكتومه. في ناس كتير كانت بتشتكي ان العجه لما بيجوا يعملوها وتطلع من الفرن ويجوا ياكلوها يلاقوها مكتومه و مقفوله كده، ياكلوها كده وتحس ان هي بتكتم في بقهم او بتلكم في بقهم. لا، الدقيق اللي احنا حطيناه النهارده والبيكنج باودر اللي احنا حاطينه مع البيض ومع التوابل الحلوه بتاعتنا دي هتطلعها ان شاء الله زي الفرن. تعالوا بقى نحطها في الفرن على درجه حراره 180 تستوي براحتها خالص، ونطلع فاصل. نرجع من الفاصل بقى نعمل ايه؟ نعمل القرنبيط ونشوف خلطته المميزه اللي ريحته تجيب اخر الدنيا هنعملها ازاي. نطلع فاصل نرجع نكمل وصفاتنا. اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل. بصوا السندوتشات بتاعتنا بتاعت العيش التورتيلا، او قلت لكم البديل بتاعها لو هنعملها بالرقاق الطري. طيب عايزين ناكلها وهي في منتهى الجمال ولونها ذهبي حلو كده ويفتح النفس زي ما انتم عايزين، بس انا قلت لكم انا هاخد منها كام واحد واحط على الباقي جبنه موتزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس صح هروح شايله كده. دول اللي هسيبهم لوحدهم للي مش عايز. حاضر. كله موتزاريلا يعني؟ طب ناخد بس دول بس من غير موتزاريلا كده اهو، ونروح حاطين على الباقي الموتزاريلا. انا عايزه بس اوريكم حاجه، ولا هوريها لكم في الاعتراف. بصوا كده يدوب بس بقى يتسيح كده، حاجات بسيطه خالص، ونحطها في الفرن. اللي مش عايز ما يحطش. زي ما انا عملت كده، انا شلت كام واحد اهو بره اللي مش عايزين موتزاريلا، بس هو الاجبار جماهيري على انهم كلهم عايزينه بموتزاريلا. هحطها بسرعه في الفرن يا دوب تسيح الجبنه بتاعتها، ونطلعها واوريكم اللي احنا عاملينه ده الجبنه من جوه شكلها عامل ازاي. تعالوا نحط ده في الفرن. بسم الله. يا دوب بس كده تحت الشوايه الجبنه تسيح. عندي ايه هنا؟ بصوا بقى كده. بسم الله. سكينه حاميه. بصوا عايزه اقطعها لكم بايديا عشان تبان الجبنه. بصوا بصوا جبنه سايحه من جواها بالشكل ده ازاي، هيطلع معانا في منتهى الجمال. عايزين تقطعوها ان هي تبقى صغننه كده وتقدموا على طول زي ما انتوا عايزين. بصوا الجبنه مش دي اللي باينه فيها التانيه. وبصوا نقطع حته كمان كده، واحنا بنصبح على ماما مريم وبنقول لها صباح الفل. معايا يا جمل؟ بص كده. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الهنا والجمال على عيونك يا ماما مريم. ازيك يا رنا، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. زي ايه اخبارك يا جميل؟ عامله ايه دلوقتي؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير ما تحرمش مني. الله يخليك يا حبيبتي قلبي، تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم سلم مرضي. عمرك من كل شر يا رب. تسلمي. الله يخليك يا حبيبتي قلبي. ايه يا ستي مش عارفين نوصلك يعني بقى ولا ايه؟ حقكوا عليا والله العظيم. لا التليفون وانا في البرنامج، والله بدوخ عشان اوصل للبرنامج على طول التليفون مشغول، والله مش عارفين نوصل لك خالص. حقك عليا، معلش حقك عليا. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بخير والله العظيم، وبقيت بخير اكتر لما سمعتي صوتك وطمنت عليكي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، بس انا لسه زعلانه برضه يا نونا. والله مش زعلانه. عارفه
انا عارفه والله عشان الكفته الغمراوي. انا عارفه والله. انت مش عايزه تعمليها ليه طيب؟ مش موضوع مش عايزه اعملها. عينيا الاثنين ايا الاسبوع الجاي عشان يعني عينيا الاثنين يوم السبت. لا يوم الاثنين. يوم الاثنين ان شاء الله. طب يا نونا لما اشوف طيب يوم الاثنين باذن الله بدون مقاطعه يديني ويديك العمر ان شاء الله اعمل لك الكفته الغمراء. ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. وصبح على كل حبايبنا وعلى حبايب صباحك هنا وسعيد وكان كده يا حبيبه قلبه وعلى كل القناه وعلى كل الله يسعد قلبك يا رب ويهني عمرك يا حبيبتي. نورتيني باتصالك ويومك كله خير وبركه يا رب اللهم امين. طب انا هبدا في الارنبيط وعايزه حد يتابع اللي ورايا ممكن؟ تبقى قلبنا طيب ماشي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الارنبيط النهارده الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه والقرمشه واللون الحلو الجميل بتاعنا ده هيطلع ازاي. طيب عندي حبايه ارنبيط سلقتها في ميه وملح وكمون وقطعته زهرات صغيره كده. حلاوته وهو بيبقى كده يعني الحتت اللي هي الكبيره دي ما بتبقاش حلوه قوي. لا هو كده اهو بصوا. سلقتها سليمه ما سلقتهاش وهو متقطع علشان ما يتهريش مني. سلقت الارنبيطايه سليمه. خلوا بالكم انا بغسلها كويس قوي قبل ما بسلق وبشوف بين الوردات بتاعتها كده ايه الدنيا واشيل العروش الخضراء وابدا ان انا اغسلها كويس واصفيها وبعد كده اخلي الميه تغلي فيها ملح وكمون وبعد كده بسقطها سليمه على الوش بتاع الزهره بتاعتها. يعني هي الارنبيطايه اهي انا بسلقها كده بخلي العروش دي هي اللي فوق وافضل واقفه قدامها وابدا ان انا اغطس كده اهو. او ساعات كتير لو انا عندي حاجه تانية ومشغوله بروح حط عليها غطا حله اصغر علشان يبقى كبسهالي لتحت او طبق صيني تقيل علشان تستوي كلها تسويه واحده. طيب هحتاج النهارده ايه في الارنبيط المقرمش؟ معايا حبايه ارنبيط كبيره مسلوقه وقطعتها زهرات زي ما حضراتكم شايفين كده. معايا بطاطس حلقات اهي بطاطسايه او اتنين علشان هعملها برضو في نفس خلطه الارنبيط بتبقى في منتهى الجمال. خلطه الارنبيط عباره عن ايه؟ عندي 6 بيضات دقيق حسب الحاجه علشان ممكن احتاج قليل كتير على حسب ما هنشوف القوام بتاعه النهارده يكون عامل ازاي. نص كوبايه نشا باكت كامل من البيكنج باودر ده السبب الرئيسي في ان الارنبيط بتاعنا يكون مقرمش يكون هش يبقى لو قعد مثلا ساعتين ثلاثة او قليناه ما يبقاش مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا ايه تري. لا الدقيق النشا والبيكنج باودر بيخلوه يفضل هاشش كده والقرمشه بتاعته في منتهى الجمال. معايا نص كوبايه ميه مغليه راس توم متقشره معلقتين كبار من الخل. معايا ايه تاني؟ فلفل احمر واخضر حامي كزبره ناشفه حزمه شبت وكمون. بصوا التوابل بقى بتاعتنا كاري كركم معلقتين كبار بابريكا كزبره ناشفه وملح وطبعا زيت للاليه. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة. طيب أنا النهاردة هستخدم كبة وهستخدم خلاط. الناس اللي هتستخدم إيديها ما فيهاش أي مشكلة ما عنديش أي مشكلة في الموضوع ده. بصوا كده آدي الشبت والبقدونس بإيدي أهو. بصوا أنا باخد ورق بس. بسم الله. ما باخدش عيدان. باخد ورق بس ما باخدش عيدان أهو حطيتها في الكبة والعيدان دي أنا مش عايزاها. نشيل الزيت كده من على النار. علشان ما يتحرقش معايا. طيب حطيت البقدونس وحطيت الشبت. عندي ايه تاني هحطه في الكبه؟ الحاجات اللي هي السليمه. السليمه مش البيض، لا بصوا كده ادي الفلفل الحامي. اتنين بقى تلاته اربعه زي ما انت ما بتحبيه ودرجه الحرقيه بتاعته. مقلقانه على الرقاق اللي ورا دوت. عشان طبعا بحب الحاجه حامه فحطيت الفلفل ده كله. طيب فلفل كزبر فلفل وشبت وبقدونس. عندي ايه تاني سليم؟ عندي ثوم. وادي التوابل بقى بتاعتنا كمون كزبره كاري كركم بابريكا. عندي بيض بيكنج باودر نشا دقيق خل. هاخد الخل بالشكل ده كده وهخلط ده كله الاول مع بعضه مع حبه ملح. الارنبيط ما بحطلوش فلفل اسود، انا بحط كمون. الارنبيط ما بحطلوش فلفل اسود، انا بحط كمون. ونحط الملح اهو عشان يطري ده كله ونصبح على فرح ونقول لها صباح الفل يا فرح. الو الو فصلت فرح؟ فصلت؟ طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. حطيت ده كله كده مع بعضه وهبدا ان انا اخلطه كويس قوي ويبقى ناعم. بسم الله.
خلطت ده كله كده مع بعضه، ريحه الثوم مع كزبره مع الخل والتوابل في منتهى الجمال. بصوا ادي الخليط اللي انا عايزاه. طيب بعديها هعمل ايه؟ انا عندي الخلاط اهو كده، عملت المواد الجافه بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي عايزه تتفرم. عندي ايه؟ عندي بيض بالشكل ده كده، واروح حاطه النص كوبايه الميه اللي انا قلت لكم عليها. بسم الله. واروح حاطه ايه؟ الدقيق والبيكنج باودر والنشا علشان الخليط بتاعي ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. طيب انا عملت كده اهو، هحط بايه؟ هحط 4-5 معالق دقيق الاول، واشوف الخليط بتاعنا هيكون تقيل ولا هيحتاج دقيق تاني، ونصبح على ام يوسف ونقول لها صباح الفل يا ام يوسف. الو، صباح النور يا شفنينة. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحه وسعاده يا رب، ما تحرمش منك ابدا. الله يبارك لنا فيكي وفي صحتك. الله يسعد قلبك يا حبيبتي، ما تحرمش مني، تسلمي لي. اموريني يا ام يوسف، ليك اي طلبات؟ الله يبارك لك. سامعاك يا حبيبتي. انا بشكرك وبقول لك شكرا على كل اللي بتعمليه. الله يسعد قلبك يا رب. وعايزة حضرتك بس مساعدة، بجهز بنت اخويا يتيمة عايشة معايا بقالها اكتر من 20 سنة من يتيمة امه. حبيبتي ربنا يتم لها على خير ويسعدك بيها ويجعله في ميزان حسناتك. عناية الاتنين حاضر، سيبي رقمك، واي حد من حبايبنا يحب يساعد معانا تحت امره يتصل بارقام القناة ونقدر ان احنا نوصله بحبيبتنا اللي لسه مكلمينها. نورتيني باتصالك يا يوسف. بصوا كده السندوتشات بتاعتنا لما حطينا عليها الموتزاريلا بتطلع بالشكل ده. وادي اللي من غير موتزاريلا، ممكن نعمل كده طبعا زي ما انتم شايفين كده، الموتزاريلا مديه شكل برضو في منتهى الجميل. وهنا للي حابب من غير موتزاريلا خالص بالشكل ده كده اهي كده. صحتين وعافيه على قلبكم يا رب وتسلم ايديكم. كده خلصنا الرقاق بتاعنا، العجه بتاعتنا في الفرن ماشيه زي الفل. طيب طب ثانيه واحده اضرب بس ده واوريهم الخليط. طب ماشي، اصبح على ام سهى. والله صباح الفل يا ام سهى. صباح الخير يا جميل، صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، اخبارك ايه؟ انا حبيبتي طيبه وتسلم ايدك على كل شيء بتعمله لنا. وانت بالف خير وصحه وسعاده وتسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا يا رب يا ام سهى. تسلمي يا قلبي. ممكن ابعت تهنئه؟ اتفضلي طبعا. سلام. بقول لبناتي وجوزي ربنا يديمكم في حياتي ويخلي كلية يا رب. واحب هنا اخويا ان شاء الله فرحه 3/3/3، بقول له الف الف مبروك وربنا يتم لك على خير ويسعدك يا رب. حياتي. ربنا يتم له على خير ويا رب تفرحي بولاد ولاده ويخلي لك جوزك واولادك يا رب وتفرحي بيهم. اللهم امين. تسلمي حبيبتي. سلم تسلمي ايدك على كل شيء بتعمله لنا. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك، نهارك وحياتك كلها خير وبركه يا رب. بصوا كده احنا بنتكلم سهى بقى عملت ايه؟ خدت الخليط اللي احنا ضربناه في الكبه بالشكل ده اللي هو كان الفلفل والبقدونس والشبت، وحطيت معاه الثوم والتوابل الحلوه بتاعتنا كلها، ضربته بالشكل ده. الناحيه الثانيه في الخلاط عملت ايه؟ حطيت الميه مع البيض مع الدقيق مع البيكنج باودر مع النشا، وهضربهم كويس قوي مع بعض. بصوا كده البيكنج باودر بدا ان هو يعمل ازاي من الميه اللي اتحطت. نبدا بسم الله. كده ضربت كويس جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده طيب. الخليط كده انا شايفه ان هو تقيل، هعمل كده خدت نص الخليط بس او ربعه او ثلاث ارباعه اسفه، واروح عامله كده مع الخلط. بصوا شكل الخلط عامل ازاي ما شاء الله عليه. طيب الخليط ده كده تقيل ولا خفيف؟ لا كده بالنسبه لي خفيف، انا عايزه السمك بتاعه يبقى اتقل من كده شويه، يبقى بدل ما اجيب ميه من بره وابدا ان انا احط فيها دقيق تاني، لا هحط معلقتين دقيق في باقي الخليط بتاعنا واضربه في الخلاط وابدا ان انا احطه تاني، يبقى منه فيه، انا مش عايزه ميه تاني زياده، كله منه فيه علشان ما ازودش سوائل وارجع اقول جت منين ويبقى طعمها مش حلو، لا انا عايزه استفاد بكل حاجه موجوده في الخلطه بتاعتنا. بسم الله.
كده اتضرب معايا اهو، وابدا ان انا ابصه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخليط عامل ازاي. هبدا بقى اقلبه مع الخلطه بتاعتنا دي ومع البيض بالشكل ده كده. بصوا بدات تتقل معايا ازاي. السمك بتاعها ولا هو خفيف ولا هو تقيل عشان ما يبقاش عامل زي العجينه معايا بالشكل ده كده. بصوا ممكن يكون من رغاوي البيض، مش ظاهر معاكوا قوي كمان. بصوا ادي الخليط اهو، هدوقه قبل ما احط فيه القرنبيط. ليه؟ علشان ما احطش فيه القرنبيط وارجع اقول ايه لا اجي اكل حته القرنبيط اقول ايه لا ده كان عايز حبه ملح كمان، كان عايز حبه كمون كمان، كان عايز يزيد شويه شطه. فانا بدوقها كده بطرف صباعي او بطرف المعلقه علشان اشوف هي محتاجه حياء زياده ولا لا. هدوقها وهشوف ايه اللي هي ناقصها. حد يقول لي بتدوقي بيض ني؟ انا ساعات بدوق اللحمه نيه لو بتبل الكفته علشان اظبط الحياء بتاعها. بسم الله. انا بالنسبه لي حلو قوي الفلفل مظبوط. هو ممكن يكون عايز حبه كمون شويه بس يا ايه، ممكن حبه كمون بس شويه. بصوا بقى هعمل ايه، ومش هقلي اي حاجه الا لما ترجعوا لي. هغطس القرنبيط بتاعنا الزهرات اللي احنا سلقناها كده، والزيت اصلا بتاعنا سخن رحت شايلاه من على النار، هحطه على النار على ما ترجعوا لي ونشوف الاليه بتاعته ويطلع لنا لونه كده في منتهى الجمال هيبقى عامل ازاي، وما نكترش الوحدات في الزيت علشان تطلع لنا مظبوطه. بصوا كمان، ومش هكتر في الخلطه اهو، يا دوب على القد كده عشان ما يتهريش معايا بالشكل ده كده. يا دوب بس اغطسهم كده. تعالوا بقى نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف العجه بتاعتنا اخبارها ايه، ونبدا نقل القرنبيط واقول لكم ايه اللي ممكن نعمله مع الخلطه بتاعت القرنبيط دي، او نستفاد بيها ازاي قبل ما نرميها ونخلص قليه خالص. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم. رجعنا من الفاصل، الزيت بتاعنا سايباه يسخن اهو، بس قبل ما نبدا بقى نحط القرنبيط بتاعنا ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي، تعالوا نطلع التحفه الفنيه بتاعتنا دي من الفرن. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. العجه المصريه على اصولها، هي مش باينه معاك. بص كده تهدى شويه، وابدا اقطعها مكعبات او مربعات على قد ما احنا عايزين ناكل، وهبدا ان انا اقدم. هتتقدم بقى مع طماطم مخلله ولا بتنجان مخلل كده، هتطلع معانا زي الفل. طيب كده عندي الزيت اهو بتاعنا على النار سخن، ابدا اعمل ايه؟ اروح عامله كده، اوطي النار شويه. ليه؟ علشان وطول ما هو بيسخن، طول ما القرنبيط مجرد ما يتنزل هياخد لونه ويبقى من جوه طري. انا بقى بصوا كده اهو، ادي وحده القرنبيط بتاعتي هيبقى امسكها من العرش بتاعها او العنقود بتاعها كده اهو كده، واحطها في الزيت، ومجرد ما تتحط ما احركهاش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتحركش كده، بصوا كده احطه ما احركش خالص، واصبح على مدام روحيه. والله صباح الهنا. خير يا نونة. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك. عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بخير. انا بخير يا حبيبتي، طول ما حضرتك بخير. تسلمي. ربنا يطمنا عليك دايما يا نونة. ربنا يسعد قلبك حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. كل سنه وانت طيبه بحلول شهر رجب يا رب. وكل سنه وانت طيبين. طيبه يا حبيبتي وبخير، ويعود علينا الايام وعليكي بخير يا رب. اللهم امين. عايزاكي تقولي لي العجينه دي تاني. معلش. عينيا الاثنين. تفتكريني في الصيام والمعجنات بالذات. عينيا الاثنين. حاضر، تأمريني. تسلم عينيك. تسلم عينيك. تسلمي يا رب كده، ويخليك لولادك. ربنا يبارك لك يا رب، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده، اول واحده احنا حطيناها، اول واحده بصوا، مجرد ما بدات ان هي تتحمر وتاخد اللون، انا شايفاها خدت اللون، ابدا اقلب اهو. بصوا كده اهو، اول بصوا انا ماشيه بالترتيب، اول واحده انا حطيتها اهو، بعدها اهي، وشكلهم اهو باين من تحت. بصوا ما شاء الله عليهم عاملين ازاي. بصوا
دي انا شايفه ان لونها لسه فاتح عايز شويه اروح مرجعاه، بس ما ابداش ان انا اقلب الا لما الاقي التشميعه دي. بصوا التشميعه او اللون الذهبي اللي على الحرف ده كده، مجرد ما بدات كده ابدا اقلبها زي ما انا عايزه اهي. لكن طول ما هي ما خدتش اللون ده ما جيش جنبها. ليه؟ الخلطه هتنزل هلاقي زهره القرنبيط بتاعتي بتتفكك وهلاقيها اتهرت معايا. بصوا دول لسه مش هقدر ان انا اقلبهم واجي جنبهم دلوقتي علشان ما تبص مني. طب اول واحده كده يعتبر خلاص معايا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه خالص بالشكل ده، بسم الله. بصوا كده ونصبح على بولا ونقول لها صباح الفل يا بولا. الو صباح الفل يا بولا. الو هو معايا؟ صباح النور. صباح الهنا، عامل ايه؟ الو الحمد لله يا رب دايما تكون بخير. امرني يا بولا، ليك اي طلبات؟ عايز ايه من السمع قولي؟ القرنبيط جميل. ما تحرمش منك يا رب، تسلم لي. تسلم ايدك. تسلم عمرك يا رب من كل شر، تسلم لي ويسلم ذوقك. قول لي يا بولا ليك اي طلبات؟ لا شكرا بطمن بس. حبيبي تسلم لي، ما تحرمش منك ولا من اطمئنانك ولا من اتصالك يا رب. تسلم لي. بصوا كده الزيت كده ماشي معانا تمام. بصوا القرنبيط عامل ازاي؟ بصوا. سامعين صوت القرمشه بالشكل ده كده يهدى خالص، وابدا ان انا اقدمه بقى مع حبه جرجير، حبه طماطم كده متخلله، يبقى في منتهى الجمال. بصوا ما شاء الله عليه عامل ازاي. طب جمال احنا ممكن ننزل خلطه القرنبيط تاني المدام روحيه؟ ف كل سنه وانت طيب. هتنزل دلوقتي خلطة القرنبيط اللي احنا عملناها تاني، واهم حاجة ان القوام بتاعها يكون متوسط ولا يكون خفيف ولا يكون تقيل علشان ما تكتلش معانا. بصوا عايزة بقى في محلات لما بنجيبها من بره اللي هي بتاعة الفول والطعمية، الخلطة اهي معانا على الشاشة تاني لحبايبنا اللي طلبوها المدام روحية واي حد تاني ما لحقش يشوفها من اولها. في محلات الفول والطعمية بتلاقي القرنبيط عندهم اصفر قوي، اصفر مصفر كده، يعني لون غريب، بتبقوا عايزين تعرفوا هو ليه مصفر كده. اللون المصفر اللي هم بيحطوه دوت في القرنبيط بيبقى عباره عن اللون الاصفر البودر، اللون الاصفر البودر اللي احنا بنستخدمه في تلوين الاكل. هي اطعمه يعني الوان صحيه طبعا، ما فيهاش مشكله ما فيهاش ضرر، بس علشان يطلعوا لنا هو لونه مختلف كده. طيب وبنلاقي كمان عند محلات الفول والطعميه بطاطس كده بيسموها بطاطس بنين، بيعملوها من نفس خلطة القرنبيط وبرضو بيبقى لونها مصفر. بيعملوها ازاي؟ اولا دي ما بتبقاش بطاطس نية، احنا عاملينها النهاردة اهي وهعملها لكم في نفس خلطة القرنبيط وهوريكم لما تتقلي هيكون شكلها عامل ازاي. البطاطس ديت بتتسلق 3/4 سلقة علشان تبقى ماسكة نفسها كده، بتتسلق وهي سليمة، وبعد ما بتتسلق بنروح مقشرينها ومقطعينها حلقات كده وحطينها في التلاجة. ليه بنحطها في التلاجة؟ علشان تبقى ماسكة نفسها لما نيجي نحطها في الخلطة ما تتهريش مننا. لازم الخطوة بتاعت التلاجة دي علشان ما تتهريش مننا. وبعد كده بنطلعها بنحطها في نفس خلطة القرنبيط ونبدأ ان احنا نقليها زي القرنبيط بالظبط. هي بقى بتكمل تسويتها او بتكمل سواها جوه الزيت وهي بتتحمر مع الخلطة بتاعت القرنبيط وبتطلع معانا زي الفل. واللون اللي احنا قلنا بنشوفه عند محلات الفول والطعمية ده بيكون ايه؟ بيكون لون بودر. بيقلبوه مع الخلطة، ما بيبقاش كركم على فكرة، لأن الكركم عمره ما بيدي اللون اللي احنا بنشوفه في المحلات بتاعة الفول والطعمية دي، لا بيبقى لون أصفر البودر اللي احنا بنستخدمه للأكل. بصوا أنا حطيت ومش هبدأ إن أنا أحرك أهو. بصوا ما كترتش، ما كربستش الطاسة قوي. ليه؟ علشان أدي كل واحدة من القرنبيط إن هي تستوي براحتها وتاخد الزيت بتاعها براحتها وتاخد الحراره براحتها، ما تتراش وتتهري معايا بالشكل ده كده. على ما يتقلي بقى التاني تعالوا نطلع حته من العجه بتاعتنا ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. طب نقطع حته من العجه ونطلع؟
ايه رايك ناخد واحدتين جرجير من هنا نستلفهم كده من القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتطلع بكل سهولة. بسم الله. بصوا شكلها اهو. بصوا مش مكتومة، هشة وفي منتهى الجمال. طبعا المسفر ده جوه ده هو البيض، ودقوها طعمها بيبقى تحفة. تعالوا بقى نطلع فاصل، نرجع من الفاصل يكون القرنبيط بتاعنا اللي في الطاسه دوت بدا ان هو يتحمر عشان اطلعه، ونشوف مع بعض البطاطس كمان لما نعملها هتبقى عامله ازاي. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. ورجعت من الفاصل، زي ما حضراتكم شايفين كده لسه بنحمر القرنبيط بتاعنا، وطلعنا العجه بتاعتنا اهي مع برده حبه جرجير، طماطم مخلله، بتنجان مخلل، زي ما انتم عايزين. بصوا كده شكل الطاجن اللي عملنا فيه، سواء هتعمله في طاجن بايركس، سواء سيراميك، سواء جرانيت، تيفال، الومنيا، هتطلع بصوا الارضيه زي الفل، مفيش حاجه لازقه. انا كده اهي بصوا طالعه الحته بحتتها، ومفيش اي حاجه في الارضيه، بتطلع معانا زي الفل. والقرنبيط اهو بنكمله، هطلعه بس كده. عايزه اقلي شويه بطاطس. بصوا بنعمل ايه، بصوا كده ادي البطاطسايه اهي، بصوا ماسكه نفسها ازاي. ليه؟ علشان سلقناها تلات ارباع سلقه، ولما طلعناها قطعناها وحطيتها في الثلاجه شويه علشان تبقى بالشكل ده كده. اطلع القرنبيط وابدا ان انا احط معاها مكانها البطاطس بنفس الخلطه اللي احنا عملنا بيها القرنبيط. وقلت لكم عايزين تصفروها اكتر، تحطوا لها رشه لون اصفر عشان تطلع زي المحلات بالظبط. طب ايه رايك يا جمال ننزل مقادير العجه والرقاق على ما نكمل قليه؟ تسلم لي، عشان حبايبنا اللي ما كتبوش في الاول تسلم لي. بعدين النهارده عيد جوازك، المفروض كل حاجه نقول نطلبها منك تقول لنا حاضر. مش انا ده اميره. دي مقادير العجه المصريه قدامنا على الشاشه اهي، علشان حبايبنا يكتبوها ويصوروها معانا. مقاديرنا بتقول ان احنا كان معانا ايه، معانا 10 بيضات شلتوها. طب خلاص ماشي، بصوا 10 بيضات، كيلو بصل مفروم، ولازم بعد ما يدبل ان هو يبرد ما يبقاش سخن عشان ما يسويش البيض. بقدونس وشبت وكزبره مفرومين، ورق بس من غير عيدان، معايا نعناع فريش مفروم، معايا فلفل حامي اخضر واحمر ممكن تستغني عنه لو انت ما بتحبيش الحاجه حاميه، معايا كمان توم مفروم، وادام في توم بحب دايما يكون في كزبره علشان يتطعم وتطلع الريحه بتاعته طعمه حلو. زيت اللي عملنا فيه البصل، معايا معلقه كبيره بيكنج باودر عشان تدينا هشاشان للعجه، وان هي تبقى من جوه مش مكتومه هي والدقيق. معانا معلقتين كبار دقيق، معلقه كبيره كزبره ناشفه طبعا اللي حطيناها مع التوم وملح وفلفل اسود. ده بالنسبه للعجه، بنضرب كله مع بعضه، وبعد كده بننزل بيه على البيض. الاصابع الرقاق بالبسطرمه، عندي عيش صاج او نبدله برقاق طري اللي موجود عندنا نشتغل بيه. معايا بسطرمه قطع، معايا جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، دول للحشوه. ورقنا بايه من جوه، بحليب وزبده وملح وفلفل اسود عشان يديني تطعيمه حلوه. معانا للوش ايه، كوبايه زبده مذابه وجبنه موتزاريلا. لو احنا مش عايزين جبنه الموتزاريلا بنحط زبده بس، ممكن نطعمها بشويه روزميري، بشويه زعتر، بحبه بقدونس زي ما عملنا، زي ما انتوا عايزين. لو هتعملوا جبنه موتزاريلا بنخليه يتشمع في الفرن الاول، وبعد كده بنطلعه ونحط الجبنه الموتزاريلا، وبعدين يدخل النار عشان الجبنه بس تسيح. بصوا كده، نعم القرنبيط المقرمش اهو بقى لحبايبنا اللي كانوا عايزين الخلطه. عندنا حبة قرنبيط مسلوقة، بنسلقها في مية وملح وكمون، وبنزل الزهرة بتاعة القرنبيط سليمة. وبعد كده بعد ما بتتسلق ببدأ ان انا اقطعها. عملنا الخلطة، نقعنا فيها القرنبيط بتاعنا،
اول باول كده، اما بنيجي نقلي ما بشيلش على طول او ما بقلبش على طول، لا بخلي ان هي تتشمع الاول ويبدا ان هي تتحمر، وبعد كده ابدا ان انا احركها. الزيت يبقى سخن في الاول وبعد كده بنهديله النار بالشكل ده كده، بيتقدم جنب جرجير وطماطم مخلله زي ما انتوا عايزين. اهم حاجه القوام بتاع الخليط يبقى متوسط، ما يبقاش ولا تقيل قوي عامل زي العجين ولا خفيف قوي يبقى سايل معانا. بص انا حطيت البطاطس عملتها بنفس خلطه القرنبيط، وهروح عامله كده علشان اشوف تحميرها من جوه عامل ازاي. ماشيه معايا اهي كويسه. بصوا ما تقلقوش، ده حقيقي ما تقلقوش من الرغاوي اللي محطوطه دي. بسم الله اتخطوا البقدونس. ماشي ما تقلقوش من الرغاوي اللي على الوش ديت، هتيجوا تلاقوا من تحت البطاطس معموله وزي الفل. طب نحط منديل بقى. بسم الله بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لا ما تقلقيش، نصفي خالص كده. بصوا شكلها عامل ازاي في منتهى الجمال. عايزين ان انتوا تزودوا شويه عليها التحمير، مش هتقول لكم لا. طبعا احنا ضامنين ان هي مستويه من جوه لان هي اصلا مسلوقه اهي كده. بصوا مجرد ما اتشالت الرغاوي هي خلاص نزلت، بس تخلوا بالكم وانتوا بتحمروا. بالتالي احسن من كده فطار يوم جمعه مفيش. عايزه تبقي اليوم مثلا النهارده تعمليه عشان بكره مثلا عامله محشي وعامله مثلا فراخ وعامله مثلا سمك زي ما انت عايزه. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه شعبيه 100% زي ما بيقولوا كده، البلد يوكل على اصوله بالشكل ده كده. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى تكون نالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. صحتين وعافيه على قلبكم يا رب اي حاجه بتعملوها، وتسلم ايديكم على كل اللي بتعملوه. عندكم الخير كله يا رب دايما ودايما عامر بحسكم. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. استعدوا بقى بكره للمعركه، المعركه بتاعتنا بتاعت بكره عندنا كوارع بجميع انواعها، من اول سلق الكوارع لفتة الكوارع والصلصة بتاعتها، عندنا طاجن الكوارع بالحمص، عندنا طاجن الكوارع بورق العنب، كل ده إن شاء الله هنعمله بكرة. وعندنا طبعا أدام في كوارع يبقى شوربة البهاريز، وهنمسك المواسير بتاعتنا ونخبطها عشان نطلع النخاع والبهاريز بتاعتنا. أسيبكم في حفظ الله، واستعدوا لحلقة بكرة. اللي هيعمل معانا كوارع يبدأ النهاردة يوصي الجزار عليها عشان يجيبها له الصبح، ونبدأ إن احنا نشتغل بيها مع بعض ان شاء الله. اسيبكم في حفظ الله واستناكم بكره الساعه 10 بالظبط. واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا النهارده بيقدر يتابعنا الساعه 10 مساء. اسيبكم على خير واقول لكم السلام عليكم.